بهالزمانات زار الملك حسين عليه رحمه الله وحده من وحدات القوات المسلحه، وحضروا ضباط الكتيبه واللواء وعدد كبير، وكان والان الضباط اللي بيسمعوني بيعرفوا هذه القصه، كان من ضمنهم ملازم اول اصغر واحد رتبه. فالملك حسين لما سال عن الامور سمع من القاضي المباشرين الاعلى رتبه اقرب الناس البطانه التي هي مخوله بنقل الواقع، فقالت كل شيء تمام، الاليات تمام، السلاح تمام، التدريب تمام 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 تمام. في ملازم اول عنده غيره وحرقه وطنيه، عنده صدق، عنده حب للوطن قبل الكرسي قبل المنصب. لما خلص القاضي بتعرف رتب صغير عاده بالحقاش كلام، فرفع ايده قال له يا مولاي بدي احكي. قال تفضل. الملك حسين يبحث عن مثل هؤلاء بينما البطان المحتضره تريد ان تطمس هؤلاء. فقال له سيدي طل والله ما في إشي من الحكو القاضي صحيح، وأنا بيني وبينهم الميدان والآليات، ويا سيدي يا جلالة الملك أنا الآن أمام كل هؤلاء الضباط القاضي المسؤولين عني كوني أراهم يخدعوك. إذا نسبة الجاهزية على الأرض تجاوزت 25% وديني محكمة ميدان. يا سلام. أراه الملك واثقا لأنه عارف أنه الآليات خربانة، التدريب سيء، الناس ملتهية بالمناصب بهذاك الوقت والسهرات. فالملك حاولوا يعني سكتوا، قال خلوا يحكي. فقدم له إيجازا بنسبة الأعطال الفنية والبشرية والتدريبية موثقا، فالملك شعر به الصدق. هذا هو ملازم أول. قال له الملك حسين يعني ربط على كتفه وقال لا حد يبلش بهذا الملازم أول. وطلع الملك حسين وترتب عليها قرارات وإعادة جاهزية وتفتيشات، ترتب عليها قرارات هم وطن مش وحدة مش كرسي. تخيل أخي حسام بعد 14 يعني يكون ملازم أول، قول بعد 7 سنوات 8 سنوات قائمة الترميجات الضباط تعرض على الملك شخصيا. فالملك نظر إلى قائمة الترميجات ليجد اسم ذلك الملازم الأول الذي تخزن في ذاكرة الحسين، يعني حفظه الملك، حفظ اسمه. فجاء فوجده من ضمن الترميجات ذلك الملازم أول اللي حطوه مع قائمة الترميجات سعود مخصوب الحراش. فالملك قال ليش مترمج هذا كان رائد أو مقدم، ليش مرمجينه هذا؟ قال والله قيموه، يعني عندنا بمعنى قيموه إنه قالوا إنه ضابط مش كفو. الملك حذفه من القائمة من الترميجات، وبعد ذلك طلبه للمقابلة كمان. تخيل أنه انبنى عليه أمن مملكة، أوكل له مهمة كانت الدولة الأردنية أخي حسام والجيش الأردني بدون دفاع جوي. أي سنة هذا الكلام دكتور محمد؟ 85 كان بدون دفاع جوي، والملك حسين برؤياه البعيدة يعلم أن أي جيش بدون دفاع جوي هو جيش مكشوف البار، وكانت أمريكا دابة أن تمد الأردن ولغاية الآن بأسلحة دفاع جوي. فاختار ذلك من بين كل الضباط والقادة وقال له يا سعود مخصوب الحراشة أنت مسؤول عن تأسيس دفاع جوي يحمي الوطن. يا سلام. بشيل اسمه من قائمة المرمجين وبكلفه بأخطر مهمة في الدولة، وقام عليها طبعا لأني أنا ضابط دفاع جوي وأعرف هذا التاريخ، وسعود مخصوب أبنائه موجودين وضباط اللي تربينا على يديه موجودين، وقام على هذه المهمة على أتم وجه، وقدم المشورة الصادقة للملك أن لابد من التوجه إلى الاتحاد السوفيتي حتى نعمل دفاع جوي بما أنه كل الأسواق مغلقة في وجوهنا. فقال له الملك افعل ذلك، وفعل ذلك وأسس دفاع جوي قوي يحمي الأردن من الغدر القادم. وأرى في وطني داعشيين يبحثون عن ولاية للفساد، ولكننا نحن كأردنيين نريد مملكة للإبداع. إذا بقوا هؤلاء محيطين بسيد جلالة الملك هم يؤسسون ولاية للفساد.